رح نتابع عالم الصباح وضيوفنا صاروا موجودين معنا اليوم. نعرف انه دايما اللوحة بتحكي قصة. اليوم معرض ستوري تيلرز رح يكونوا معنا فنانين تشكيليين، الاستاذ امير سلامي والاستاذ نبيل وهبي. استاذ امير، استاذ نبيل، صباح الخير. صباح. واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. رح ابدا معك استاذ نبيل ونحكي عن معرض ستوري تيلرز بجالوري اكزود اللي رح يتابع او ابتدى نهار الثلاثاء لغايه نهار الاثنين ان شاء الله المقبل. ستوري تيلرز اسم كبير وكثير حلو لانه فعلا بنقول اللوحه بتحكي قصه، واحد هو بيفكر فيها اوقات بيطرحها وبيخلي الناس هن كمان يفكروا بالقصه تبعيتهم. قديش اشتغلتوا فعلا على هالعنوان وعلى هالتام لحتى تشتغلوا بهالمعرض الجماعي اللي جمعكم؟ يعني التسميه ستوري تيلرز على اساس انه نقدر نوصل مثل ما بتقولي حضرتك القصه تبع كل فنان، لانه كيف الموسيقى بيوصل الاحاسيسه بالموسيقى ولا الشاعر بيوصل القصيده، اما الكاتب الراوي بيوصل القصه للعالم بالنسبه بهالطريقه. حاولنا انه نجسد هالشغله بورا اللوحات الفنيه، اما مش هيك تسميت ستوري تيلرز. صحيح. كم لوحه حضرتك مشارك فيهم بالمعرض؟ انا في عندي 8 لوحات حاليا. وكل شخص منا نحن مبدئيا 6 فنانين تشكيليين لبنانيين عارضين سوا، وكل واحد من منطقه. جماعتنا اكزود كلنا سوا، يعني في من الجنوب، في من الجبل، في من البقاع، في من قصروين، يعني مجموعين كلنا ضمن اكيب واحد عم نعرض مع بعضنا الاعمال اللي معروضه هلا تحت. وهيدا الحلو انه كل واحده منهم يعني بتحكي قصه منطقه معينه كمان من لبنان. تقريبا يعني الاشياء اللي هي اللي بتحكي، في اعمال بتحكي عن بيوت تراثيه لبنانيه، في لوحات بتحكي عن مناطق ببيروت، وفي اشياء كمان لوحات تجريديه، لوحات رمزيه، يعني مجموعه باقه من الاعمال. لانه كل شخص ابدا كل فنان عاطي يعني عنده طريقه بالرسم. صح. وبارز لوحته بالشكل اللي هو بلاقيها بتناسب هي ذوقه اكيد. استاذ امير، هون لما بنحكي عن المعرض لانه هو جماعي مثل ما ذكر استاذ نبيل، في 6 فنانين عم يعرضوا مع بعضهم، هيدي اهميه كمان انه يكون في عدد من او التنوع بهاللوحات ضمن اطار قصص مختلفه من عده مناطق. شو صعوبه او قديش حلو فعلا واحد يعرض بمعرض جماعي واختلافه عن المعرض الفردي؟ خيار المعرض الجماعي بيقول ل إدارة المؤسسة الراعية أو الحاضنة هي الأرض كالوري، فشي طبيعي أنه في عادة المنظمات العامة مثل الجمعيات أو النخبات بتعمل نشاطات أوكيجنال بيكون فيها 60 و70 فنان أو 100 فنان، في سيمبوزيوم بيكون أعمال مشتركة. ملاحظة إكزورد لهي التجربة الفنية ما بين الواقعية والتعبيرية والرمزية وبعض الفنون الفيجوراتيف، جمعت رؤيوية مجموعة من الفنان ستوري تيلرز مثل ما بدأت الحديث. كل فنان كان عنده قصة عم يحكيها عن برؤية. جمالية هاي الأعمال عموما هي تلتصق في الواقع المحلي أو العمل من البيئة المحلية اللبنانية إذا صح التعبير أو إنعكاساتها. فأنا رح أسمح لنفسي أحكي عن بعض زملاء الفنانين كون نحن مشاركين وزملاء مش تعبير شخصي. هلأ. نعم. تجربة الأستاذ جورج مطر على عدة مراحل بالترميز والرؤيوية الخاصة فيه برجع بيعطيها الملامح شرقية أو إشارات محلية رائعة، بيعالجها بتقنية محترفة جدا وعالية. أنا الأستاذ هشام طقش تجربته خارج لبنان الأكاديمية وعمله المريف القريب جدا للرياليزم الواقعي، هو أعمال فنية توثيقية للمعالم اللبنانية من الأرز للآثار إلى الرؤيوية أو الأصالة المشهد المحلي. الأستاذ هشام بكتاش مع احترامنا لتجربته الطويلة ولعمره، هو الأسبق منا جميعا زمانيا، شوفنا لبنان بيعد باحترافية تقنية مختلفة تتراوح بين مجموعة وعدة سنوات وكأنها ريتروسبكتيف تجميلية. أستاذ نبيل وهبي هو هلا بنكفي نحن نتعرف بعد أكثر على أعماله. نعم. أستاذ رضا السيد إنسان جريء لونيا جدا بمساحاته وفعالية الأعمال عنده اللي بتعطيك المشهد المحلي برؤيوية معاصرة.
اخيرا امير سلامه بيشتغل على المشهد المحلي اللبناني التراثي التوثيقي له علاقه بالثقافه الشعبيه توثيق المناطق اللبنانيه والارث اللبناني او جماليه الطبيعه. فهي المجموعه نحن عم نحكي عن فنان محلي لبناني صحيح. لا يزال يعمل بجهد خاص وشخصي. فكانت اداره اكزوت ورؤيويتها لجمع هالشمل من مجموعه فنانين لتطلقون عندها مشاريع لاحقه لاعمال جماعيه لفنانين محليين ولبنانيين. كم لوحه عندك حضرتك بالمعرض؟ ست اعمال. ست اعمال كمان هيك يعني نعم. تقريبا موزعينهم ست بسته يعني. يعني ما في اشكال بالاعداد. اكيد اكيد. هون بدي نعم. احكي معك استاذ نبيل على موضوع اللوحات يعني اللي انطرحت. هلا ذكرنا انه في تعدد كبير والباليت كبيره بالمواضيع وبالالوان وبالكميه المكونات يعني. حضرتك اي اكثر مواد بتستعملها يعني اكواريل زيتيات او اي نوع بتستعمل اكثر شيء وشو هن ابرز المواضيع اللي حضرتك ركزت عليهم؟ انا اجمالا بشتغل على اكريليك والاعمال هي اعمال رمزيه يعني رمزيه ناعمه ما فيها الكومبلكس يعني ما فيها التعقيدات اللي موجوده فيها بيخلي الناظر لها يتشوت يشوف شو فيها يعني يتقرب منها ويشوف من خلالها يعني هو ساعتها بتترك الشخص اللي عم يتفرج على اللوحه هو يشوف قصته. اكيد يعني اكيد في تسميه للوحه في جايدنس للوحه بس بذات الوقت هو شو بحس فيها وهذا الاهم انه يكون في تواصل بين الفنان وبين اللوحه واللوحه والمتلقي بذات صحيح الوقت. صحيح. وحضرتك من وين بالتحديد هلا هون على انه عم نحكي انتم كل واحد من منطقه يعني منطقته عم بتعبر عنه نوعا ما. انا من بيت مري. من بيت مري. في طبيعه بيت مري يعني في كمان شيء وجود لبيت مري هيك بنحسه فيها ولا باللوحات الرمزيه؟ لا لا حبيب. اكيد لانه هدول خلص مثل ما ذكرت انت في رموز معينه. وهون كمان التحضير لهالمعرض يعني قديش تطلب وقت وتحضيرك لهالست لوحات كان مخصص لهالمعرض بالتحديد ولا كمان انت اوريدي عم بتحضر كنت لوحات؟ لا انا ديجا عم بحضر هلا وعم بحضر كمان لمعرض سولو مبدئيا من هلا لاخر السنه كمان رمزي. وهيدي مجموعة كانت من معرض كان اسمه المرأة والبحر يعني مبدئيا في عندك بتشوفي باللوحات لفحة من البحر ومن المرأة بذات الوقت وجود المرأة أيضا يعني كعامل أساسي بلوحاتك طبعاً. أستاذ أمير هوني كمان ذكرنا المنطقة حضرتك من أي منطقة؟ رشاي الوادي. من رشاي الوادي. ينطق رشاي الوادي. وفي كمان حضور للمنطقة بلوحاتك؟ طبيعي جدا. إيه؟ يعني عمل فني بعد الدراسة الأكاديمية الجامعية والاغتراب دراسة الأكاديمية في الخارج عود هي نوع من انعكاس للواقع المعاش اللي بعده بمناطقنا بحافظ على براءته أو نظافة المشهد أو الطراز المعماري أدوات المنزلية اللبنانية البورتريات المحلية تصوير الوجوه بتعبيريتها زي بيدخل ضمن الأزياء ضمن هال. فنحن بنعتبر أنه هي نوع من الواجب أو مش هنكون كثير مثاليين توثيق ما هو في قيد التلاشي او اللا اهتمام او لا المتابعه باعمال فنيه تصويريه هي بدات مع الكبار من حبيب سرور للانثى لفروخ لهالحلقه المتواصله بتشتغل بتقنيه الالوان المائيه الاكواريل او الووتر كالرز تتقارب اعمال من شبه الواقعيه او التصويريه من حيث الاداء والتقنيه. وكمان قديش تطلب تحضير هاللوحات او كمان كان عندك تحضير لمعرض فردي؟ ما في عندي تحضير لمعرض معين بشكل لا. دائم انا اعمل بشكل مستمر ومتواصل بغض النظر عن فكره وجود المعارض او عدم وجودها لانه هي العمل الفني هو تجربه حياه واسلوب حياه، الماده اللي بتستخدميها هي طريقه كمان لاسلوب عمل فني. لما نقول الاسلبه انه الواقع يدعينا أكثر في هالبلد أنه نكون صرف عنا ثبات رصاني ودقب على العمل المتواصل في أي مجال بغية الاستمرار ولمواجهة هذا الواقع اللي دائما نحن بنشكي منه بشكل سلبي بس نحن سبب أساسي كإنسان في هاي البلد أنه تواصل العمل الثبات والرصاني والاتزان والجدية لكي نبقى ونستمر وهذا حقنا الطبيعي. فلا سبب أنا برسم بشكل دائم ومتواصل ما في عندي توقف عن أو برسم نتيجة حدث أو نشاط أو معرض
ما هو هيك بس يصير معك شيء اوقات بتحس حالك دغري بدك تعبر تاخذ دغري ما بشتغل نتيجه توقيت معين او حاله معينه او ديدلاين معين، يعني بشتغل بشكل دائم بشكل عفوي وتلقائي. وحضرتك استاذ نبيل نفس الشيء كمان؟ طبيعي، الفنان هو انفعال، الفعل اللي بتصير معه التفاعلات البرانية هي بتخلي يتقدم ويحس حاله انه بده يعطي. ساعة اللي كان بأي حالة نفسية بكون فيها وبشتغل على الأساس. وكيف عم بتشوفوا الإقبال على المعرض؟ الحمد لله ذوقين الفن بلبنان كتار. بغض النظر عن الدقة المالية اللي بيعينوها العالم كله، والحمد لله كان كثير منيح الإقبال، ومتمنى كمان إنه العالم ما تخاف تروح تاخذ اولادها ويتفرجوا، لانه اليوم في بالمعرض في عده مدارس، يعني عم نحكي هلا بالرمزيه وعم نحكي بالتجريديه عم نحكي بالانطباعيه، يعني في عده عوامل يروحوا يخلوا اولادهم يتفرجوا كذلك. الامر يعني شغله مهمه، ينموا الوعي والحس الفني عند الاطفال اكيد، ويتعرفوا على الاشياء الجماليه اللي موجوده، ويتعرفوا على الفنانين كمان اللي موجودين. حضرتكم عم تتواجدوا تقريبا بمعظم الاوقات بالمعرض؟ عم نتشكل يعني مره ناس بتكون مره لا حسب الاشغال، لانه كلنا عندنا اشغالنا، يعني كمان بنحاول انه نعمل بيرمانانس. اكيد كلكم عندكم اشغال ثانيه بالاضافه لرسمكم، يعني مش كلكم، يعني ما حدا منكم متفرغ فقط للرسم، يعني يمكن للفن التشكيلي. يمكن انا الوحيد اللي بتفرغ هلا، لانه انا صار لي شي سنتين يعني قاعد عم بتفرغ للفن. هلا يعني اخينا امير مدير بجامعه، يعني كمان عم بتواجد كمان هنيك، وفي عده اشخاص، بس مبدئيا هيك. المعرض بجاليري اكزود مثل ما قلنا بنزلة العكاوي بالاشرفيه، صحيح، مقابل البنك اللبناني الفرنسي. بالنزلة تم افتتاحه الثلاثة الماضي بسبعة الشهر، استمر للتنين الساعة 7 مساء 13 الشهر، من كل يوم من الساعة 11 الصباح، صحيح، للساعة 7 مساء لسبعة مساء، بس الأحد ما في، صحيح، اخدين أوف كلكم مع المعرض. هو الأساس والفنانين المشاركين بيدوروا بالحضور، الواحد كل والكل واحد، صحيح، يعبر عن الجميع. وان فور أول أند أول فور وان، يعني مثل الستة موسكتيرز يعني حضرتكم، وهذا الشيء فعلا بيفرحنا، يعني لما نشوف هالتعاون الوثيق بين الفنانين اللي عم بيحاولوا يضلوا حاطين هالضخ بالعالم الفني اللي بحاجة له لبنان دائما. أنا بعتبر نجاح هذا المعرض هلو ثلاث حالات أساسية. الإدارة المشرفة على إكسود وتنظيمها لهذا الحدث. الجزء الثاني مشاركة الزملاء الفنانين بالمطلق بالافتتاح وبالتحضيرات وبالمباركة وبالمتابعة، كانت جمعة رائعة جدا يعني بغض النظر. الحالة الثالثة نوعية الزائرين والمتابعين للمعرض، فبتقولي انه الاشياء بعدها جيده، بتعطينا بارد امل وشغف للمتابعه والاستمرار والروح الحلوه الراقيه بين زملاء الفنانين. اكيد الحمد لله، ان شاء الله بتضل دائما. اهلا وسهلا فيكم استاذ امير استاذ نبيل، وكل التوفيق ان شاء الله بجاليري اكزود بنزله العكاوي من اليوم بعد لغايه نهار التنين المقبل من 11 الصبح للساعه 7 المساء. راح نتابع محطاتنا معرض ستوليت. بدك تقول كلمة بعد؟ بدي أشكر ست هيدا مزدوب على هالاستضافة. أهلا وسهلا فيك. نشكر برنامج عالم الصباح، نشكر تلفزيون المستقبل، جاليري إكزود، وجميع الزملاء المشاركين في المعرض. شكرا على وقتكم ورعايتكم للفن والثقافة والأدب في هاي البلد. أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم. صوم مبارك منا من مجموعة الفنانين اللي عارضين ومع إدارة إكزود، بتمنى لمشاهدينا إن شاء الله يا رب صوم مبارك وشهر كريم. أكيد يا رب شهر كريم على الجميع. شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا. شكرا لك. لحظات ومنتابع، خليكن معنا.